رعاية وكفالة الأيتام بالتعاون مع المجموعة النسوية للألعاب الرياضية يقيمان فعالية للمرأة بمناسبة اليوم العالمي وبوافق 8 من مارس الحالي. للمزيد من الإيضاح معنا داخل الاستوديو المهندسة ميرفت مرغن سوار الذهب أمين أمانة المرأة والإعلام بالمنظمة وأيضا رئيس المجموعة النسوية للألعاب الرياضية. مرحبا بك ميرفت. الله يكرمك يا ستي، تسلم. يديك الصحة والعافية، كل سنة وأنت طيبة مقدما. وأنت بألف خير. قبل ما يجي السبت. يديك الصحة والعافية. فعالية مقامة من أجل أو متضامنة مع المرأة في يوم العالمي بكل تأكيد. عايزين نعرف محتويات الفعالية. أول حاجة كده نشوف الشعار اللي حتقام تحته هذه الفعالية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة هي نصف المجتمع، المرأة هي رائدة المجتمع. شعارنا إن شاء الله هي المرأة رائدة المجتمع. نعم إن شاء الله تعالى بإذن الله. طيب الفعالية حتكون وين ومتين؟ إن شاء الله الفعالية حتكون يوم السبت القادم الموافق 8 مارس. نعم. في نفس اليوم الخضراء. أيوة. نعم. إن شاء الله نفس اليوم إن شاء الله تعالى حيكون في الساحة الخضراء. طيب أستاذة ميرفت، باش مهندس ميرفت، بكل تأكيد فعالية لليوم العالمي للمرأة، شعار المرأة رائدة المجتمع، يعني أنتوا جمعتوا المرأة في يوم العالمي في رياضة. طيب بكل تأكيد فعالية ضخمة محتاجة لي كثير من المناشط. عايزين نعرف اليوم بيبدأ الساعة كم الفعاليات المقامة، وقبل كده الشراكات اللي حتكون معاكم بخصوص هذا اليوم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية. الشركات إن شاء الله حتكون عدد من الشركات والمنظمات الطوعية اللي بتعمل في مجال المجتمع وتنميته، وعدد من البرامج الصحية اللي حتكون في الفعالية حتكون مترتبة على البرنامج، وكمان برامج ترفيهية ومشاركة عدد من الفنانين والكوميديان إن شاء الله حيكون في البرنامج بإذن الله. إن شاء الله تعالى برامج صحية، يعني أنت جملتي برامج صحية. تمام. يعني شنو، عيادة مثلا ولا؟ تمام. البرنامج الصحي بيحتوي على الفحص الطوعي للإيدز، وبرنامج الفحص المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة شارع الحوادث إن شاء الله حتكون جزء من الشراكات اللي حتشتغل معانا في توعية المجتمع لأجل التكافل بإذن الله، وحيكون معاهم مركز بنك الدم لتبرع بالدم بإذن الله، ومشاركة طيبة من مؤسسة البصر الخيرية اللي هي مستشفى مكة للعيون إن شاء الله. نعم. وتقريبا مفروض برضو في واحدة من المجموعات، مجموعة محمود في القلب أيضا حتكون. عدد من المجموعات الشبابية حتشارك معنا في البرنامج، فهمنا كمجموعة نسوية للألعاب الرياضية إنه نكون بوتقة لعدد من المجموعات اللي بتشتغل في مجال تنمية المجتمع، لكن هي احتمال إسفيريا أكثر من أنها تكون واقعيا معروفة أكثر للناس. فمن المجموعات إن شاء الله اللي حتشتغل معنا في الفعالية هي مجموعة محمود في القلب، وإن شاء الله حيكون عندهم خيمة فيها كل البرامج اللي هم قاموا بيها، واحتفالية في اليوم ده حيكونوا معانا، ومكرمة أستاذة فايزة والدة المرحوم المبدع محمود عبد العزيز إن شاء الله. نعم ربنا يتقبل. أيضا أنا عرفت أنه في برنامجكم في تخريم لبعض رائدات المجتمع، بما أنه الشعار المقام عليه اليوم المرأة رائدة المجتمع. بإذن الله حيكون اليوم يوم حافل بإذن الله. التكريم حيبدأ من الساعة 4:30، حيكون إن شاء الله في قعدة زي إحنا ما بنقول سودانيا، هي قعدة قهوة فيها مشاركات لفنانات بالدلوكة، قعدة قهوة يعني قعدة سودانية، هنجيب البن قلي وندقه بالضبط كده. نعم. بكل تفاصيله وبخوره، قعدة سودانية جميلة جدا. نعم. مصاحبة للحنة والجرتق، ومعاها معارض تراثية حتبدأ في حنة وجرتق. أي إن شاء الله أكيد. ومعاها معارض تراثية للشمال والجنوب والشرق والغرب، فهمنا إنه أي زائر للساحة الخضراء من الأجانب أو السودانيين يكونوا على علم بحضارتنا وثقافتنا وتراثنا إن شاء الله. إن شاء الله. المكرمات بإذن الله يعني هم أساسا رائدات معروفات لدى المجتمع. أمنا الغالية فايزة عمسيب إن شاء الله ربنا يديها لنا الصحة والعافية إن شاء الله. دي فرصة طيبة إحنا نقول الحمد لله على السلامة بعد عودتها من الأردن لإجراء بعض العمليات والفحوصات الطبية، إن شاء الله يا رب يديها الصحة والعافية. اللهم آمين. ومن المكرمات بإذن الله هي أستاذة أسمى حمزة الملحنة الأولى في السودان، وربنا يديها الصحة والعافية إن شاء الله. ومعانا سودانية بالانتماء هي زوجة البروفيسور المرحوم عبد الله الطيب، هي جرازيلتا زولا يعني جميلة طبعا وخلقا. هي كانت إلى الآن موجودة في السودان رغم أنه زوجها توفى. نعم. ومعروفة لكل الناس الموجودين في الدامر أنها هي كانت علمت أطفالنا وشبابنا الرسم، وزولا أكتف جدا جدا. نعم. فنحن حنكرمها في ذاتها، وحنكرمها بفيلم وثائقي أخرجه المبدع المخرج طيب الصديق، هو فيلم جرازيلتا. نعم. حيعرض في الساحة الخضراء إن شاء الله الساعة 6:00 مساء بإذن الله في نفس اليوم إن شاء الله. أنت قلتي تكريم حيبدأ 4:30، الفيلم حيتعرض الساعة 6:00، البرنامج ده حيبدأ الساعة كم تقريبا؟ إن شاء الله الساعة 10:00 حيكون في بازار متكامل للمرأة المنتجة، فهمنا إنه أكبر عدد من النساء المنتجات، ودي دعوة عامة لكل النساء إن شاء الله، أي واحدة حابة إنها هي تشارك معانا في الفعالية
باي فري هي حتكون معانا في الفعاليه باذن الله. ممكن تجيب منتجاتها بالضبط، يعني في اللي بتعمل الخبز واللي بتعمل الثياب بالضبط، اللي بتطرز الفواط وكذا بالضبط كده، يجيبوا حاجاتهم ويعرضوها ويسوقوها مباشره. جميل. مع عدد من المعارض اللي هي يعني انا ما عارفه، هي سيده فاضله جدا، هي سيده عوضيه ومعروفه لدى الكل، هي عوضيه للاسماك. الشخصيه دي هي يعني مرأة مناضله، يعني نعم. بدت من الصفر وتطورت وبمجهود الشخصي وصلت لمرحله انها هي كونت احتمال المعروف لدى الناس انه عوضيه للاسماك، لكن هي زوله خيره عملت مشغل نسوي للمعاقات وحاليا فعال، واي برنامج بيكون فيه خير هي تقوم فيه. احنا بنحييها، الله يديك العافيه، فهي احدى الرائدات واحدى المكرمات في اليوم ده باذن الله. جميل جدا. ان شاء الله ان شاء الله تعالى. طيب انت تحدثتي عن رائدات مكرمات وتحدثتي عن سيرتهم الطيبه وتكلمتي تماما من ناحيه انك امينه الاعلام ب منظمة كفاءة اليتيم، لكن كده نسألك المجموعة النسوية للألعاب الرياضية دخلها شنو بالكلام؟ الله يديك العافية. إن شاء الله. أنا لاعبة تنس سابقة وكوتش حالية للتنس الأرضي، وبدينا كمجموعة نسوية في فهم إنه التنس للجميع، ده فهم المفروض يكون، لأنه للأسف يعني معظم الناس عندهم فهم إنه التنس هي لعبة فئوية لفئة محددة من المجتمع، فشان نشيل الفكرة دي. وعملنا لما بديت تتكلمي أنا طوال تخيلت التنس ده لفئة معينة من الناس. صح فعلا. فإحنا قمنا 14/2 الفائت عملنا جولة حول شارع النيل وعملنا ملاعب بتاع التنس، وكان فيها برنامج متكامل وعدد من القنوات بثت الشغل ده، ولايف أدينا أي زول مر في الشارع مضرب وسلمناه الكورة عشان يحاول بس انه يلعب كرة المضرب باذن الله. نعم. وقدمنا تنويه انه ان شاء الله اي نادي او اي مدرسة او اي جمعية حابة انه هي تشارك او تلعب كرة المضرب احنا على استعداد كامل، انه بكل اتيامنا لاعبات وهواة ومدربات انه احنا ممكن ننشر اللعب باذن الله، ده جزء من فعالياتنا ان شاء الله من خلال اليوم العالمي. حيكون ان شاء الله اكيد حيكون عندكم موقع داخل الساحة الخضراء، اكيد في كثير من الناس الان سمعوا كلامي ده اكيد عايزين يصلوا للمجموعة النسوية عبر الرياضية، عايزين يسجلوا جدا. عايزين خدماتكم تصل لمناطقهم أو لمدارسهم أو إلى نواديهم، عندكم مكان معين حيكون؟ مقرنا هو الساحة الخضراء مع إدارة الرياضة للجميع بإذن الله، والأهم إن إحنا عندنا منشط حيفعل في يوم المرأة العالمي الساعة 4:30 حيكون عندنا شو للرياضة النسوية بكل فئات النسوية إن شاء الله، وحيكون عندنا عرض بتاع جمباز وكرة سلة ومضرب وتنس كله من خلال اليوم. اليوم أكيد. جميل. بالضبط. آخر 30 ثانية أنا حديكي فرصة إنك توجهي نداء للناس عن فعاليتهم السبت ان شاء الله تعالى. تمام. تسلمي ان شاء الله. بس معلش انوه انه لكل السيدات الحابه تتعلم الخبيز، احنا مركز تطوير المخبوزات بسيقة حيشاركنا في البرنامج، وان شاء الله من الساعه 10 صباحا ل 8 مساء حيكون في شغل لايف للخبائز، وحيكون في جوائز مقدمه من سيقة ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. الله يديك العافيه. يديك الصحه والعافيه. الله يكرمك. تفضل واصل. دي دعوه عامه 15 ساعه. دعوة عامة لكل فئات المجتمع انه تجي الساحة الخضراء، الساحة للجميع اكيد ان شاء الله، والبرنامج ده للجميع، وفهمنا انه نوضح انه فعلا المرأة لسه موجودة بخيرة، وانه كل البوادر بتاعت الخير اللي ممكن تكون موجودة من خلال البرنامج ده للمنظمة، لانه ان شاء الله عندنا مشروع هو اخراج 30 تائبة من سجن التائبات، وبدينا في البرنامج ده، فان شاء الله اليوم ده حتكون بداية للمبادرة دي باذن الله ان شاء الله. شكرا لك كثير باشمهندس ميرفت مرغن سوار الذهب، أمين أمانة المرأة والإعلام بمنظمة أبو الأيتام لكفالة ورعاية الأيتام، رئيس المجموعة النسوية للألعاب الرياضية. وإذا هي دعوة للجميع السبت القادم بإذن الله تعالى، والذي يوافق 8 يمارس اليوم العالمي للمرأة، الساحة الخضراء فعالية خاصة للمرأة، والدعوة مفتوحة لكل الناس رجال ونساء صغار وكبار إن شاء الله تعالى. شكرا لك كثير، وشكرا لكل الذين تابعونا.